السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم حبايب قلبي في مطبخ فوفا الطويل. إن شاء الله النهاردة هنعمل فيديو جديد، فيديو القرص الفلاحي زي ما احنا شايفين طالعة من الفرن وشكلها تحفة، وهي سخنة كده وجميلة وطرية، وإيه بقى معمولة بطريقة حلوة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المكونات ونشوف هنعملها إزاي. هنشوف بقى المقادير بتاعتنا. انا معايا دول 4 كيلو ونص من الدقيق، طبعا منخول، وحطيت عليه مقدار من السمسم، ممكن حوالي 4 5 معالق حسب راحتك انتي. وبعدين هنقلبهم كويس، وحطيت ذره من الملح. طبعا لازم ان احنا نحط ذره من الملح على العجين، طبعا بيبقى فيه بركه كده وبيديله طعم حلو ويوزن الطعم. وهحط كمان كيس من البودر، يبقى الاربعة كيلو ونص من دي حطيت عليهم كيس من البودر، وحطيت حوالي 3 4 معالق او ممكن 5 من السمسم وذرة من الملح. وكمان عندي بقى الخميرة، حطيت الخميرة كيسين او باكويين من الخميرة، وحطيتهم في كوباية مية فترة كده يعني دافية ما تكونش سخنة قوي، وسيب معلقتين من السكر وسبتهم يخمروا. وهنعمل بقى القرص بتاعتنا. طبعا السمنة انا مش مسخناها قوي، يعني سخنة حاجة بسيطة. حطيت على 4 كيلو ونص دول كيلو من السمنة وكوباية، يعني كيلو وكوباية من السمنة، وكمان نص كوباية من الزيت. شوفوا بقى المقادير بتاعتنا عشان ما تتلخبطوش. وهبدأ بقى ان انا بس بايدي كده العجين زي ما انتوا شايفين. اهم خطوة في العجين ده اللي هي خطوة بس العجين دي، الكوباية اللي انا حطيتها بعد الكيلو، يعني انا حطيت الكيلو الاول وبعدين الكوباية ونص كوباية الزيت. وكمان حطيت الخميرة، طبعا انا مدوبة الخميرة في كوباية من المية، ومجهزة لبن رايب عندي عشان هو ده اللي انا هعمل بيه القرص بتاعتي عشان تطلع طرية وحلوة، لازم لبن رايب. وطبعا احط حوالي 3 معالق او 4 من القشطه، طبعا بتدي لها طعم جميل جدا. ما عندكش قشطه، انا حطيت 4 معالق، ما عندكش قشطه ممكن وش لبن، لو عندك وش لبن حطي 3 4 معالق حلوين كده بيدي لها طعم حلو قوي. ونكمل بس بقى العجين وهنحط اللبن الرايب. انا تقريبا خدت مني حوالي 1.5 كيلو من اللبن الرايب على 4 كيلو ونص دقيق، زي ما شايفين كده. نتوه بقى اللبن الرايب ده في العجينة كويس جدا. بعد ما بسناها نبدأ بقى نعجن. شايفين قوام العجينة عامل ازاي؟ ما بتلزقش في ايدي خالص ولا اي حاجة، شايفين؟ وناعمة وطرية وجميلة جدا اهو، شايفين عاملة ازاي جميلة. هسيبها بقى تخمر براحتها وغطيها كده وحطها في مكان دافي. خمرت معانا زي ما شايفين بالطريقة دي بعد تقريبا ساعة، طبعا الجو حار. وهنبدأ ان احنا نشكلها بقى بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. طبعا الصينية مش بتدهن يعني سمنة ولا حاجة، الا ممكن حبة زيت بسيطين كده وخلاص. وهنسيبها بقى نقرصها ونشكلها ونسيبها تخمر شوية اهو كده. خمرت بعد ما شكلناها، شايفين شكلها عامل ازاي جميل جدا. وهنبدأ بقى ان احنا نكون طبعا مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200، طبعا هي بتحتاج درجة حرارة شديدة شوية مش زي الكيك. وشايفين شكلها بعد ما طلعت، بسم الله ما شاء الله تحفة، شكلها جميل جدا والطعم روعة. ياريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسينش في الشير واللايك وسبسكرايب. السلام عليكم.